تقلبات جوية حادة متوقعة هذا الأسبوع، أيام مناسبة للخروج في رحلات وأيام غير مناسبة أبداً للخروج. التفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن، ورحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية من طقس العرب التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة يوما بيوم طيلة الأسبوع الحالي. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية ليوم الأحد، حيث تبقى المملكة تحت تأثير بقايا حالة عدم الاستقرار الجوي وبقايا التيارات الغربية الرطبة والكتل الهوائية الباردة. تبقى الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في عموم المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، خاصة خلال فترة الصباح تكون على شكل أمطار مخلوطة بالثلوج فوق القمم الشاهقة من جبال الشراه، فيما تبقى الأجواء مستقرة في المنطقة الشرقية وأيضا البادية الجنوبية. يوم الاثنين بإذن الله يميل الطقس للاستقرار بشكل أكثر، وأيضا ترتفع قليلا درجات الحرارة، لكن يبقى الطقس بارد نسبيا في أغلب مناطق المملكة، تتفرق بعض الغيوم المنخفضة في عموم المناطق. لكن التغيير في الطقس يبدأ يوم الثلاثاء مع الارتفاع على درجات الحرارة، تصبح درجات الحرارة أعلى بكثير من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس مائل للبرودة في المناطق الجبلية، يميل للدفء في مناطق الأغوار، البحر الميت والعقبة. العقبة 26 درجة مئوية متوقعة. أما عموم المناطق الجبلية بما فيها العاصمة عمان ستسجل حوالي 15 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 9 درجات مئوية. وبالتالي يوم الثلاثاء سيكون مناسب للخروج خلال ساعات النهار، لكن اليوم الأنسب سيكون يوم الأربعاء مع الارتفاع الكبير على درجات الحرارة وهبوب لتيارات جنوبية شرقية قادمة من شبه الجزيرة العربية، استعمل على ارتفاع على درجات الحرارة تصبح أعلى بكثير من معدلات مثل هذا الوقت من العام. طقس يميل للدفء في أغلب مناطق المملكة، 23 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، المنطقة الوسطى 20 درجة مئوية، أما العقبة تسجل 27 درجة مئوية، فيما تكون في منتصف العشرينيات في المنطقة في البادية الجنوبية وأيضا المنطقة الشرقية. لكن هذا الارتفاع على درجات الحرارة هو ناتج عن اقتراب لكتلة هوائية باردة ومنخفض جوي يبدأ تأثيرها يوم الخميس. يوم الخميس هناك تغير جذري على الحالة الجوية، انخفاض حاد على درجات الحرارة وكتلة هوائية باردة ومنخفض جوي، زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية، رياح نشطة باردة غربية في عموم المنطقة الوسطى والجنوبية وأيضا منطقة البادية، تكون على شكل موجات غبارية في المنطقة الشرقية، في حين العقبة أيضا تسجل انخفاض على درجات الحرارة تسجل 20 درجة مئوية. يوم الجمعة تستمر المملكة تحت تأثير هذا المنخفض الجوي وأيضا الكتلة الهوائية الباردة، فرصة لهطول زخات من الأمطار في عموم المنطقة الشمالية والوسطى وأيضا المنطقة الجنوبية، تكون على شكل الأمطار مخلوطة بالثلوج فوق القمم الجبلية الشاهقة من المنطقة الجنوبية. درجات الحرارة تواصل انخفاضها في العقبة 18 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 12 درجة مئوية. البوادي أيضا تسجل درجات حرارة منخفضة، خاصة خلال ساعات الليل تكون ما بين 5 و4 درجات مئوية. كملخص نستطيع أن نقول بأن بداية الأسبوع ستكون باردة مع تفرق لبعض الغيوم، لكن منتصف الأسبوع سيكون مستقر، درجات حرارة أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام، ارتفاع على درجات الحرارة وأيضا مناسبة للخروج في رحلات حتى يوم الجمعة، لكن اعتبارا من يوم الخميس هناك كتلة هوائية باردة ومنخفض جوي. تفاصيله نتحدث عنها في نشرتنا اللاحقة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، أسبوع سعيد نتمنى للجميع وللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.